صباح الخير من أجمل محميات الشمال، محمية نهر البانياس. محمية نهر البانياس أو ما تعرف بالعبري نحل حرمون. محمية نهر البانياس هي مدينة عريقة جدا، مدينة قديمة جدا، وفيها أثارات لكل الحضارات. وطبعا في عنا المي اللي ماشي طول أيام السنة. وإحنا اليوم بدنا نبلش في جولتنا من منابع نهر البانياس اللي هي موجودة عند قدم جبل الشيخ الغربي. طبعا كمان مدينة البانياس هي مقدسة عند إخواننا المسيحية، مقدسة عند إخواننا الدروز. إحنا عندنا كمسلمين على عمو وليد حبيبي الله يسعدك. صباح الخيرات ابو جلال. اهلا سهير.